لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أهلا بيكم، ما زلنا مع القرآن كل يوم 20 دقيقة. الهدف من البرنامج اللي احنا بنعمله مش ان احنا نفسر الآيات، ولا الهدف ان نقول لك معنى الآية دي ولا معنى الآية دي، انما الهدف من البرنامج دون ان احنا نقول لك كل سورة من سور القرآن لها وحدة موضوع، لها موضوع واحد، حتى اسم السورة مستوحى من الموضوع دون. وبنمشي معاك علشان نقول يا جماعة القرآن سهل، وان انت تقدر تتعامل مع المصحف، وان التعامل مع المصحف مش عملية صعبة ولا عملية مستحيلة. البرنامج دون هدفه ان احنا نقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. عايزين نبسط عليكم ونقول لكم يا جماعة كل آيات السورة دي رايحة لهدف، تعالوا نفهم ايه الهدف دون، ونشوف الآيات دي رايحة للهدف ده ازاي، وبالتالي وانت بتقرا حضرتك يبقى سهل عليك انك تقول انا يمكن مش فاهم كل تفسير الايات، بس انا عارف الهدف من الصوره رايح لفين. دون هدف البرنامج. والحقيقه يا جماعه احنا بنعمل كده للتيسير، لكن احنا مش بنجيب اخر عمق القران. عمق القران يا نهار ابيض، عمق القران ده محتاج علم عظيم، ومحتاج وكل يوم والتاني علماء وعلماء وعلماء بيجيبوا عمق القران ومش هيجيبوا عمق القران. فاحنا بس بنحاول نيسر بتوضيح وتحديد، ادي يا جماعه موضوع السوره، تعالوا نفهم ده مع بعض، وتعالوا يبقى سهل علينا بعد كده ان انا ابقى عارف ربنا عايز يقول لي ايه في الصوره دي. انا فهمت مراد الله مني في الصوره دي، هنفذ يا رب اللي انت طالبه مني، لان انا بقيت فاهم الصوره دي عايزه مني ايه. دون الموضوع بتاعنا. معلش لان الموضوع جديد، فكل مره بنقعد ناكد عليكم نفس المعنى. احنا المره اللي فاتت خلصنا سوره البقره، ووصلنا ان هدف سوره البقره انت مسؤول عن الارض، وادي المنهج بتاعك. يعني ايها الكائن اللي هنخليك مسؤول عن اعمار الارض وقياده الارض، ده المنهج بتاعك. وايه، وشفنا سوره البقره بقى ازاي اتكلمت عن المنهج. سوره آل عمران هي شقيقه سوره البقره، بتكمل، هو المنهج جه في سوره البقره. طب ما آل عمران بتتكلم على ايه؟ آل عمران ببساطه بتقول لك هو ده المنهج، اثبت عليه، امسك فيه بايديك واسنانك. ولذلك سوره آل عمران بتكلم مين؟ بتكلم الناس المتدينين بقالهم 20 سنة، وبتقول لهم خلي بالكوا اثبتوا، وبتكلم الشباب اللي لسه متدين امبارح، وبتقول له ها دخل رمضان وناوي ان انت يعني اثبت، اجمد، خليك ماسك في اللي انت استمسكت بيه. كأن سوره آل عمران دي بننصح بيها كل واحد خايف انه يزيغ، خايف انه هو يضل، خايف انه هو بعد ما ثبت يقع، خايف انه بعد رمضان يرجع يبعد عن ربنا تاني. دي سوره الثبات، سوره الحقيقه بتركز على المعنى دون. الحقيقه يا جماعه سوره آل عمران من جمالها انها هي بتتكلم متقسمه نصين. اول 120 ايه بتركز كيف تثبت في مواجهه الافكار الخارجيه، وبعدين اخر 80 ايه هي كلها 200 ايه. فاول 120 ايه كيف تثبت خارجيا، واخر 80 ايه كيف تثبت داخليا، كيف تثبت من جوه. شوفوا الجمال، وبدات بالخارج عشان تجهز لك البيئه المحيطه، وبعدين بدات تتكلم عن الداخل. والحقيقه ان هي عملت الحكايه دي من خلال حكايه موقفين او حادثتين حصلوا في تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم. الحادثه الاولانيه حادثه وفد نصارى نجران اللي جم يناقشوا النبي. على فكره اول حوار للاديان هتلاقوه في الصوره دي. يعني شوفوا احنا النهارده الناس بتدعو لحوار الاديان، ارقى حوار اديان هتلاقوه موجود في الصوره دي، ازاي مناقشه الحجه بادب شديد. فازاي تثبت المؤمنين في مواجهه يعني افكار خارجيه، وتقول لهم يعملوا ازاي ويفكروا ازاي ويقولوا ازاي. ده اول 120 ايه من خلال المناقشه مع اهل الكتاب، مع وفد نصارى نجران. واخر 80 ايه تعقيب على غزوه احد، لان المؤمنين في احد المسلمين ناس كتير ما ثبتتش، والرماة ما سمعوش الكلام، وناس جريت، فكان في حاله من عدم الثبات عمليا. كان ال 120 ايه الاولانيه كيف تثبت خارجيا او كيف تثبت فكريا، واخر 80 ايه كيف تثبت عمليا، لان احد موقع عمليه والجزء الاولاني موقع فكريه. فجمع ربنا الاثنين في صوره واحده. ورغم ان غزوه احد حصلت قبل مناقشه وفد نصارى نجران، لكن ترتيب الصوره ايات وفد نصارى نجران الاول وبعدين احد، علشان يحقق لك البيئه الخارجيه الاول وبعدين يقول لك اثبت داخليا. فصوره آل عمران ببساطه هي نصين يا جماعه. النص الاولاني 120 ايه ازاي تثبت خارجيا، قصة مناقشة وفد نصارى نجران، او بقى مش وفد نصارى نجران، فكرة مناقشة اهل الكتاب. وبعدين 180 ايه 80 ايه اخرانيين ازاي من جواك تبقى ثابت
واستخدام قصة غزوة أحد في تثبيت المؤمنين ليوم القيامة. صحيح الحادثتين حصلوا من آلاف السنين، لكن استخدموا في القرآن إنك تبقى فاهم إزاي تثبت لغاية يوم القيامة خارجيا وداخليا فكريا وعمليا. شفت أدي الصورة، يعني ده مبدئيا الصورة، ده الكلام. تعالوا ندخل بقى ونتفرج على الكلام ده من جوه. الصورة كلها زي ما بقولك بتتكلم عن الثبات، ولذلك بص أول آية في الصورة وبص آخر آية في الصورة. أول آية في الصورة بتتكلم عن الثبات، شوفوا معانا كده الآيات. أول بدأت الصورة بإيه؟ نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. أنت اللي نازل عليك دون الحق قوي فاستمسك به. وشوف آخر آية في الصورة إيه؟ يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. البداية والنهاية بتقول لك أنت معاك الحق قوي، استمسك بيه قوي. طب تعالوا ندخل بعد كده ونشوف مع الآيات دي ونبدأ نتفرج على الثبات في سورة آل عمران. الحقيقة أول حاجة تبص تلاقي آيات في سورة آل عمران بتقول لك اثبت، آيات كتيرة قوي. على فكرة اثبت هنا زي ما بقول لكم للشاب حديث التدين، للبنت اللي أول مرة تصلي فيها في رمضان، للشيخ اللي حافظ القرآن، للمرأة اللي متدينة بقالها 10 سنين، لكل الطبقات. هتلاقوا الآيات بتكلمنا بأشكال مختلفة وكل واحد بمستواه. فتعالوا نسمع الآيات اللي بتقولك اجمد واثبت، آيات كتيرة في سورة آل عمران، تعالوا نتفرج عليها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. شوف الآية واضحة قد إيه، يعني الآية بتقولك بتكلم كل الناس، اوعى تموت إلا وأنت مسلم. طب وانا اضمنها ازاي؟ اثبت على طاعة ربنا يموتك على الإسلام وانت مطمئن. شوفوا الآية اللي وراها بتقول ايه؟ برضو ثبات، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كأن الآية بتقولك عايز تثبت صاحب المتدينين، اعتصم يعني ولا تفرقوا، اياك والاختلاف. بص الآية اللي بعديها بتقولك ايه؟ وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، مؤمنين كثير، فما وهنوا، شوف الثبات، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. طيب تعالوا نكمل نسمع بقية الآيات مع آيات الحقيقة الثبات. طول ما أنت ماشي هتسمع آيات الثبات. شوف الآية اللي جاية بتقولك إيه؟ بتقول الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. معنى واضح جدا إن برضو الثبات، اللي الناس قالت لهم ده الناس جمعت لكم فاخشوهم، فالمفروض يرتجف لو لقيت الدنيا كلها ضدها، لكن هي موصولة بالله تبارك وتعالى فثابت. كأن الآية بتقول لك خليك موصول بربنا تضمن الثبات. وآخر آية طبعا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الحقيقة بعد الآيات دي يبدأ تبص تلاقي سورة آل عمران بتحذرك من الحاجات اللي تؤدي لعدم الثبات. يعني إيه اللي يضيع الثبات؟ مثلا الشهوات والمعاصي، هتلاقي كلام عن الشهوات والمعاصي، ايه اللي يضيع الثبات، الفرقه، ايه اللي يضيع. فتعالوا نشوف كده الحاجات اللي تؤدي الى ضياع الثبات. فمن اكثر، شوفوا الايات معانا، من اكثر الحاجات الشهوه والمعصيه. فتلاقي سوره آل عمران بتتكلم على الموضوع ده كتير، لان احنا بنتكلم عن الثبات. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث. الايه 155 ان الذين تولوا منكم، الآية دي خطيرة جدا يا جماعة، بتقول إيه؟ اللي جريوا منكم يوم غزوة أحد، جريوا ليه؟ ما هي الصورة بتتكلم عن غزوة أحد، بس بتكلمنا، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان جريوا ليه؟ إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، كان عندهم ذنوب زمان، الذنوب دي هي اللي خلتهم ما يثبتوش. يا شباب الذنوب هو اللي يخليك بعد رمضان تجري وما تثبتش. يعني شوفوا الآيات بتكلمك إزاي، بتتكلم عن أحد بس بتكلمك لغاية النهاردة. بص الآية اللي بعديها قول الله تبارك وتعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، لما تهزمتوا في أحد قلتم أن هذا، قد أصبتم مثليها يعني أنتوا كنتوا هزمتوهم في بدر، قلتم أن هذا، إيه اللي حصل لنا دون. شوف الرد إيه، قل هو من عندي أنفسكم. فركز الحقيقة على أن الشهوة والمعصية في ثلاث أجزاء من الصورة، في أول الصورة وفي نص الصورة وفي آخر الصورة. اعلموا إن الشهوة والمعصية، مش الشهوة، ما هو الشهوة دي جزء من تركيب الإنسان، لكن المقصود بالشهوة الاندماج مع الشهوة والدخول في الشهوة هي السبب للمعصية. وبعد كده تبص تلاقي الآيات ماشية معاك
تقول لك ازاي تثبت، يعني عوامل الثبات في الصوره بتحكي لك عوامل الثبات، يعني حتى دي خدتها الصوره ازاي تثبت وايه هي العوامل اللي تعينك على الثبات. فحطيت لك خمس حاجات، الخمس حاجات دي كلها موجوده جوه الصوره اللي يعينك على الثبات. يعينك على الثبات اللجوء الى الله، يعينك على الثبات الاخوه ان ليك صحاب يعينوك على طاعه ربنا، يعينك على الثبات العباده انك تعبد ربنا، يعينك على الثبات الدعوه الى الله انك تاخد بايد غيرك، يعينك على الثبات وضوح الهدف ان انت عارف انت بتعمل ايه. فخمس حاجات تعالوا نشوفهم كده الايات ازاي جابتهم. فالايه الاولانيه اللي اتكلمت في الموضوع ده اللجوء الى الله. ولذلك يا جماعه بصوا الايات كده، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب، ربنا انك جامع الناس. على فكرة يا جماعة هتلاقوا أكتر صورة فيها دعاء هي صورة آل عمران. ليه؟ لأن عشان تثبت لازم تلجأ إلى الله كتير. يعني شوفوا الآيات اللي بعد كده في نهاية الصورة هيرجع تاني يحط لك دعاء، لأن أكتر صور أكتر واحد محتاج لجوء إلى الله هو اللي نفسه يثبت. فشوف الآيات اللي بعديها، ربنا إننا سمعنا مناديا، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، فاستجاب لهم ربهم. كمية من الآيات، حتى في الجزء بتاع السيدة مريم وآل عمران، امرأة عمران، رب إني نظرت لك ما في بطني فتقبل مني، فتقبلها ربها بقبول حسن. يعني كمية الآيات، هنالك دعا زكريا رب، إلى آخر هذه الآيات. كمية اللجوء إلى الله في سورة آل عمران بتعلمك نفسك ربنا يثبتك يا شباب يا اللي بدأت تتدينوا في رمضان، اللجوء إلى الله، يا رب ثبتني، يا رب خليني أفضل طائع ليك. أدي أول سبب جابته آل عمران طول السورة. تاني حاجة تعالوا نشوف الآيات الأخرى اللي تعينك على الثبات. يعينك على الثبات، شوف معنا كده، يعينك على الثبات العبادة. سورة آل عمران مليانة بنماذج العباد، لأن كل ما تعبد ربنا أكتر يثبتك. كلما دخل عليها زكريا المحراب السيدة مريم فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، سيدنا زكريا، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يبقى لجوء إلى الله أعبده كتير. طيب يعينك على الثبات، شفتوا سورة آل عمران عاملة إزاي؟ يعينك على الثبات حاجة تالتة، إيه هي؟ خد بإيدين الناس، لأن المخ لما بيلاقي طبيعة العقل البشري لما بيدعو الناس لفكرة بتمتلئ الفكرة في رأسه أكتر فيثبت عليها أكتر، يعني ديناميكية العقل كده. فشوف الآيات اللي بتدعو إلى الثبات، تعالوا نتفرج عليها في سورة آل عمران. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت للناس. بإيه؟ الخيرية في الأمة بإيه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الحاجة اللي بعد كده يعينك على الثبات بعد الدعوة إلى الله إن يكون لك هدف، يكون لك هدف واضح في الحياة. اسمع الآية بتقول كده إيه، آية واضحة جدا بتتكلم على وجود هدف في الحياة. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، مش عايشين كده بيأكلوا ويشربوا، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. مش ممكن يا رب تكون خلقت ده باطل، هناك حكمة، والحكمة دي ان احنا نعرفك ونعود اليك فتدخلنا الجنة، انا هعبدك وهعبد الارض ليك، اللي هي سورة البقرة، اللي هو المنهج اللي موجود في سورة البقرة. يعينك على الثبات ايضا اخر معنى واخر حاجة موجودة في سورة آل عمران، تعالوا نتفرج عليها كده، الاخوة. ركزت عليها الصورة قوي قوي قوي، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا. وتيجي آية تانية تقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. تركيز على الأخوة بشكل شديد. شفتوا الخمسة دول؟ احفظوهم يا شباب، الخمسة دول أخوة، لازم يبقى لك صحاب يعينك على طاعة ربنا، لجوء إلى الله لازم إنك تلجأ إلى الله باستمرار، عبادة متصلة دائما، دعوة إلى الله خد بإيد غيرك من أصحابك، وآخر حاجة خلي ليك هدف في الحياة. تخيلوا كل ده موجود جوه سورة آل عمران. العجيب يا جماعة ان سورة آل عمران زي ما بقول لكم متقسمة نصين. النص الاولاني بيتكلم بيثبتك فكريا، فبيثبتك فكريا من خلال ايه؟ من خلال مناقشة راقية مع اهل الكتاب، فبيتكلم مع اهل الكتاب وبيستعرض معاهم الفكرة، يعني فين الحق بس بشكل راقي. وخلي بالكم وفد نصارى نجران اللي جم قبله النبي سكنهم في المسجد، أقاموا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويناقشهم وهم قاعدين في المسجد. فشوفوا تدرج سورة آل عمران بتثبت المؤمنين إزاي من خلال الحوار الراقي اللي تم بين الإسلام وبين
المسيحيين. اسمع كده للآيات وشوفوا معانا الآيات. فأول آية أول حاجة ابتدى بإيه؟ بتقوية عقيدة المسلمين قبل النقاش. شهد الله أنه لا إله إلا هو، إن الدين عند الله الإسلام، فإن حجوك فقل أسلمت وجهي لله. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إلى آخر الآيات. يعني الأول ثبت العقيدة، بعد ما ثبت عقيدة المسلمين بدأ يناقشهم. بص النقلة الثانية حيناقشهم، حيقول لهم إيه؟ تعالوا نشوف. فيبدأ معاهم ويبدأ بنقاط الاتفاق. الله على حلاوة الإسلام. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ما تيجوا نتفق على نقاط مشتركة. يقول لهم إيه؟ قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى. حاجة جميلة جدا. أول حاجة قوى عقيدة المسلمين، وبعد كده بدأ يقول لأهل الكتاب ما تيجوا نتفق على النقاط المشتركة بيننا وبينكم. وبعدين عمل إيه؟ تعالوا نتفرج ونشوف النقلة الثالثة اللي نقلهم عليها. نقلهم بعد كده لنقاط حجج وبراهين عقلية، فبيقول لهم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وبعدين يقول لهم يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. وبعد كده ها أنتم هؤلاء حاجتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم. وبعد كده ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. كل الكلام كلام عقلي. طب ما هو يعني كل شوية يتنقل معهم نقلة، الأول يقوي عقيدة المسلمين، وبعد كده يبدأ يقول لهم ما تيجوا نتفق على نقاط مشتركة، وبعد كده تعالوا نتكلم بالحجج والبراهين، وبعد كده يبدأ يحذرهم. يحذرهم من إيه؟ يحذرهم افرضوا كنتم على الخطأ. فيبدأ يقول لهم آيات تخلي الواحد يركز وفوق. فاسمع الآيات بتقول إيه؟ يقول لهم يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وبعد كده يوصل بقى في نهاية الآيات للتحدي الشديد. فيبدأ التحدي الشديد بالآيات اللي بتقول، نسمع الآيات كده، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. منتهى التحدي. وبعد كل التحدي دون، شوفوا جمال الدين. الأول ابتدى بنقاط الاتفاق، وبعد كده الكلام شد شد شد، لكن لأن الإسلام راقي جدا فما يختمش الحوار دون إلا بإيه؟ إلا بذكر العدل. إيه هو العدل؟ تعالوا نشوف الآيات. العدل في التعامل مع أهل الكتاب. فنتفرج على الآية بتقول إيه؟ منتهى العدل. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. شوفوا، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. كل دون شوفوا العدل في النظرة إلى أهل الكتاب. بصوا الآيات اللي بعديها، الآيات اللي بعديها الثناء على الأنبياء اللي بعثوا في المسيحيين واللي بعثوا في اليهود. اسمع الآيات كده، الثناء على أنبيائهم، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. شفتوا؟ يوصل بعد كده إن المؤمن اللي يسمع الكلام ده بعد كل البراهين دي يثبت ويجمد فكريا. ولذلك يا جماعة في حاجة جميلة جدا، القسم الأول اللي هو 120 آية اتختموا بآية بتتكلم عن الثبات، واختام الصورة آخر آية في الصورة بعد أحد بتتكلم على آية بتتكلم عن الثبات. يعني القسم الأول وإن تصبروا وتتقوا لا يضرهم كيدكم شيئا، لا يضركم كيدهم شيئا. والقسم الثاني يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يعني دون كان الجزء الأول من سورة آل عمران. تعالوا نتنقل على القسم الثاني من السورة. القسم الثاني من السورة كله بيتكلم عن غزوة أحد. الحقيقة طريقة التناول، الصحابة طالعين من غزوة أحد حاسين إن هم الرماة ما سمعوش الكلام، في ناس جريت، في ناس ثبت النبي صلى الله عليه وسلم، فالأثر النفسي شديد والقرآن نزل بيعالجهم معالجة يا جماعة والله عظيمة جدا. الأول يقعد يذكرهم بفضل ربنا عليهم، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وبعد كده يرفع الروح المعنوية، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، هم كمان اتعوروا. وبعد ما يرفع الروح المعنوية اللوم الرقيق،
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم استصعدون ولا تلوون على أحد عمالين بتجروا والرسول يدعوكم في أخراكم والنبي عمال ينادي عليكم وانتم مستمعين كلامه وعمالين بتجروا اللوم الرقيق وبعد كده يرجع تاني ويقوم رافع الروح المعنوية ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وبعد كده يقول لهم طب أسباب الهزيمة إيه الفرقة والمعصية فيرجع يقول لهم إيه ولقد صدقكم الله والله وعده إذ تحسونهم بإذن تقتلونهم بإذن حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا فاكرين أول الصورة زينا للناس منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة شفتوا المعالجة النفسية خدهم إزاي واحدة واحدة فضل ربنا عليكم رفع روح معنوية طبطبة كده وكلام رقيق لوم رقيق وبعدين يرجع تاني يرفع الروح المعنوية وبعدين يقول لهم أسباب الهزيمة إيه فشل تنازع خلاف وفرقة خلي بالكم واعتصموا بحبل الله موجودة في الصورة يا جماعة أسباب الثبات كلها في الصورة كلها في الصورة خمس حاجات تعينك على الثبات قلنا لهم يا شباب اقروا صورة آل عمران عشان تثبتوا اقروا أحد عشان تعرفوا الناس اللي جريت ليه وإيه اللي يخليك ما تجريش وخطورة الخلاف ولذلك آيات الربا موجودة في صورة آل عمران ليه؟ لأن الربا من أول نتائجه الخلاف ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا الحقيقة المعاني الصورة مليانة أنا مش هلحق أخلص كل الحاجات دي لكن يبقى حتة أخيرة هي ليه تسمت آل عمران يعني هي بتتكلم عن الثبات إيه علاقة آل عمران بالثبات أصل زوجة عمران والسيدة مريم رمز للثبات السيدة مريم رمز للثبات في العبادة ورمز للثبات في العفة ورمز للثبات في طاعة ربنا تبارك وتعالى وزوجة عمران رمز للثبات إن هي عايزة تنصر الإسلام لأن هي قالت ربي إني نظرت لك ما في بطني اللي في بطني ده عشان ينصر دينك ربعين كاملين في نص الصورة بيتكلموا عن ثبات زوجة عمران وعن ثبات السيدة مريم على طاعة ربنا وعلى نصرة الإسلام زوجة عمران نظرت اللي في بطنها ليه؟ علشان المسجد الأقصى كان يعني متاخد من الرومان فهي نظرت اللي في بطنها لتحرير المسجد الأقصى فطلع اللي في بطنها بنت فاستغربت إيه اللي جايب بنت إزاي تنصر المسجد الأقصى فربنا تبارك وتعالى جعل البنت دي هي اللي تنصر الدين وكأن في معنى لطيف قوي نظرة عالية للمرأة يعني هي آل عمران فين عمران ما ذكرش عمران إنما اللي ذكر مين زوجته ومين اللي ذكر بعد كده مريم طب ومين اللي ثبت سيدنا زكريا مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة هنالك دعا زكريا ربه هي اللي رفعت الروح عنده إن هو يدعو فيرزقه الله بالولد فكأن الصورة بتقول إن رمز من رموز الثبات الستات ولذلك يا جماعة اللطيف إن الصورة اللي بعد كده على طول صورة النساء شوفوا الربطة اللطيفة بين آل عمران والنساء آل عمران رمز الثبات امرأة هيجي بعدها صورة عن النساء هي يا جماعة أنا حاولت ألم لكم صورة آل عمران اقروها بقى النهاردة كده وفي ذهنكم حسبت على طاعة ربنا حتى الممات أشوفكم إن شاء الله بكرة مع صورة النساء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.